الثاني، وهو شوط خاص باللقاية الأبكار المهجنات الأصايل لمسافة الخمسة كيلومترات. شاهدنا كيف كانت المنافسة في شوط المحليات الأصايل والقوة التي حتى في المتر الأخير لم تخلو منها المنافسة. هنا منافسة أيضا جديدة نتابعها وننطلق معها لنتعرف على هوية المتنافسين. المركز الأول هنا ملوح تحتل المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وأيضا من المكتشف علي بن هزيم المسافري. المركز الثاني لمسة تحتل المركز الثاني، تتلمس صدارة هذا التحدي. لمسة لهجر الرياسة، يضمر لمسة راشد بن محمد بالسم المنصوري. المستحيل الذي لا يعرف المستحيل مثل ما قال بن حضيرم. نتابع المركز الثالث، هنا الدخول من سلهودة لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم، ويضمر السيد عتيق بن علي بن خفية. وفي المركز الرابع أتابع اختيار أو اختبار في المركز الرابع لهجن الرياسة بقيادة الشاطر سعيد بن شطيط الوهيبي. في المركز الخامس نتابع المركز الخامس، هنا بسمة لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود، ويضمرها راشد بن عبيد بن بعيران المري. وحصل تغيير ودخول من قبل طرب التي انتقلت انتقالة ممتازة بدورها إلى المركز الرابع ومنه إلى المركز الثالث. أطربينا يا طرب في هذا الصباح. طرب إذا انطلقت وغيرت إلى المركز الثالث لهجن الرياسة، يضمر طرب حمد بن شطيط الوهيبي. هكذا إذا انطلقت طرب، بينما نكمل النداء وننتقل إلى سادس المراكز. العنود تحتل المركز السادس لهجن العاصفة، ويضمر العنود حمد بن راشد بن غدير الكتبي واثق المضمرين. المركز السابع هنا سلطانة تحتل المركز السابع لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، وأيضا منها الذهبي سالم بن فاران المري. والماجدية أيضا تنطلق في ثامن المراكز تحمل ذات الشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، شعاره يسيطر على المركزين السابع والثامن من خلال انطلاقة سلطانة والماجدية، وأيضا منها سالم بن فاران المري. المركز التاسع هنا الفايزة لسمو الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، ويضمن علي بن مهير بن بليشة. وفي المركز العاشر الدخول مع الفائزة، أو المركز العاشر هناك اللي تحتل المركز العاشر اللي هي أمجاد لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، ويضمنها فهد بن سيف آل بوسعيد الخيارين. هكذا هي النتيجة إذن، بينما العودة إلى مقدمة هذا الشوط. وهنا الصدارة طرب مشاهدينا الكرام، بالفعل إذا أطربتنا طرب وانطلقت طرب مع المركز الأول تحمل شعار هجن الرئاسة المسيطر على ثلاثية المقدمة. طرب إذا تحتل المركز الأول لهجن الرئاسة، يضمنها حمد بن شطيط الوهيبي. المركز الثاني اختبار، في هذا الاختبار الصعب اختبار إذا تنطلق مشاهدينا الكرام وتتسلل على حساب طرب لتنتقل اختبار إلى المركز الأول لهجن الرئاسة، ويضمر اختبار الشاطر سعيد بن شطيط الوهيبي. المركز الثاني طرب لهجن الرئاسة أيضا، يضمر حمد بن شطيط الوهيبي. في المركز الرابع لمسة لهجن أو الثالث لمسة لهجن الرئاسة راشد بن محمد بسم المنصوري. وفي المركز الرابع ما شاء الله العنود تنطلق في المركز الرابع لهجن العاصفة، يضمرها حمد بن راشد بن غدير الكتبي. المركز الخامس ملوح لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن هزيم المسافري، وألف ومئتين متر على خط النهاية والمنافسة ما تزال هناك على المقدمة. مشاهدينا الكرام مع المركز الأول اسمها اختيار وليست بالاختبار، إذا اختيار في اختبار، اختيار تختار المركز الأول. الله الكيلومتر الأخير وتحركت العنود، العنود
تعود واختيار، هجن العاصمة وهجن الرئاسة ومنافسة على ناموسي هذا الشوط. العنود تسللت العنود، انطلقت العنود إلى المركز الأول لهجن العاصمة بقيادة وبتعليمات حمد بن راشد بن غدي الكتبي. المركز الثاني اختيار، يلا اختيار اذا تحتل المركز الاول وتختار المركز الاول لهجن الرئاسه بقياده الشاطر سعيد بن شطيط الوهيبي. العنود معانده، عاندت العنود واختيار، وفي المركز الثالث وصلت متعبه لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم والخطير احمد بن سلطان بن رشيد. يا سلام، متعبه متعبه والعنود، العنود العنود، عاندت العنود وانطلقت العنود مع المركز الاول. المركز الثاني متعبه متعبه متعبه، تريد ان تتعب العنود والعنود معانده. يلا الناموس لمن، الناموس لمن، العنود معانده، العنود معانده، الناموس مع العاصمه. اذا تهانينا لهجن العاصمه وللعنود ولمضمر العنود حمد بن راشد بن غدير. المركز الثاني متعبه لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. المركز الثالث كان من نصيب اختيار لهجن الرئاسة. المركز الرابع طرب لهجن الرئاسة. والمركز الخامس أمجاد لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. إذن مشاهدينا الكرام، تهانينا لكل الفائزين بالمراكز العشرة الأولى المتقدمة، ونعود إلى التوقيت الزمني وإلى معاندة العنود التي استطاعت أن تحرز المركز الأول 7 دقائق 42 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة ولمضمر العنود المضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير الكتبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، نحييكم أجمل تحية مع هذه الانطلاقة للشوط الثالث وللفترة الصباحية ولهذه المنافسة مع بداية ثالث أيام المهرجان.